عليكم السلام. نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. شكرا. كيف دوزتي اخر ماده كانت عندك في الجهاوي؟ صراحه دازت صعيبه وما جاوبت على حتى شي حاجه. ونتمنى لكم التوفيق جميعا. وكانت شنو هي الماده اللي دوزتوا دابا؟ دوزنا المات. الماتيماتيك. والاسئله واش كانت في المتناول ولا صعيبه بزاف؟ تنقول لك انا ما طللت عليهم، انا اصلا ما عنديش مع المات. واحد السؤال وراه لي واحد العايل صافي وغلط. يعني لان يمكن لان عندكم تخصص ادبي. ونتمنى التوفيق للجميع. بالتوفيق. وكيف دازوا المواد الاخرين؟ المواد الفرنسيه. المواد الفرنسيه كانت مزيانه، واسلاميات يعني اللي حافظ جو واللي ما حافظتيه ما فيهاش الفهم، فيها غير الحفاظه. والحاله الغش ما تمش توقف بعد التلاميذ؟ كان بعض التلاميذ اللي حصلوا عندهم الاوراق ولكن زعما ما دركوش حيدوهم لهم قبل ما يوصلوا. يعني ما وقفوهمش، يحيدوا لهم الورقه فقط. ما وقفوهمش. وبالنسبه للوسائل الالكترونيه يعني التليفون ولا الكيت؟ جبروا واحد العائله عندها تليفون وحيدوه. ايوا بالتوفيق جميعا. شكرا بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنتي ممكن نسولك سؤال؟ واخا سقس. كيف دوزتوا المادة ديال اليوم؟ آخر مادة في الجهاوي؟ آخر مادة كانت مهمة بالنسبة ليا بيني وبينك. عرفتي والله تديري لي بصراحة دراج. المهم القواعد بزاف داكشي كيتخربق الصراحة. كيف حسيتي براسك دوزتي؟ يعني كيف تقدر تجيب نقطة جيدة؟ متوسطة لاباس بها. متوسطة متوسطة. ونتمنى التوفيق للجميع. وداكشي قريته يعني كان في المتناول. قرينا. قرينا. الحراسة كيف كانت؟ واش شادة ولا شوية؟ شادة. باينة. على حسب. يعني ما فيهاش ما وقفوش شي حالات غش ولا داخل المؤسسة؟ البارح البارح دازوا بالاباراي وجبدوا التليفونات. شي ثلاثة وقيلة ديال الناس. ولكن جبدوهم قبل ما يبداو الامتحانات. لا. يعني ما وقفوهمش اثناء الامتحان. لا في الامتحان. في الامتحان. وتم التوقيف ديالهم. تم التوقيف ديالهم وصافي جاوبوا. شكرا. عفوا. بالتوفيق. امين.